الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم يسر العسير فإن تيسير العسير عليك يسير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يأكل الوصي من مال اليتيم بالمعروف. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ودرس بدين قاها أم كبرنا يعني علم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام قرآن كتاب كيها التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول وأنا درس بشن يقف التناب المجلد كاللبا وحنقص الجرمي في كتاب الفرائض والوصايا والعتق. فرائض كي وانكسو بحني وحنصو بلومي دردارا كي حنصو قادمي دردارا كو إسلام كأول كي سسلو أها يسيد مركي دملو اسكو بدلي يقفك مال كي سسد حمال مركي لون إذا هل مال كبدا إن أصن كدر دار مكرين هدو كدر دار منع ورفضا إن الأقوالادان أي كحران تهي قف وارث ورفضا كمد أهنه سيقار إن أمحلوه در دار مكرين أريما حسن سوء قالا. ولمرك مؤلف رحمه الله تعالى وحكوك ذي جراه والصيادي وحال كان مركع عبان وقال لغي يأكل الوصي كان وصيغ أهو للادر دارمي وعنايا من مال اليتيم يتيم كمالكي سحقي كعنايا بالمعروف السلية قانو أيون وقع عنايا وصي وحالي رابا قفك أغان تحوله هذا يوددك لحج ريي ولشري سفه أما تبذير لشري وهمتدو دي إني كنت تصرفان لقم منوعي خفك الله دردارمي إن وهمتدع قعنتكو هايو ومامولو لقال دردارمي با وصي لي رهدا كلك وصي غاس ما دام وهمتدع إلى علينا هايو oo hanti dhoore uu ka yahay oo wixii hantida ku bixinayna uu sameynayo wixii baabiinayna uu ka ilaalinayo shaqo culus waay kolka uu xaq u yeelana inuu ka cuno ujratul mathal wax la yiraahdo mas'uuliyadda uu hayo waxa kaga aadan oo ujra ah inuu meesha ka cuno ayuu xaq u yeelanayo لأن هنتيدا قفك أي كتاجن تهي واسجة قفك معمولاي مارناي واسجة هدي مركل الله لها أقول هنتيدا ذا قفك معمولاي كعنت كهاي وحوك ما عني كروا حرام وحين غن له إن حالهس أي طيع ما مرك قف مسؤولية إسكساره إلى هنا أوجبقه وأركي سا جنعسي أقليه أوجشقي سيو أثي مار دليه وحيالها دباتها كو أهلتك كو أهنئ وكا إلاليو عروب تاني مركا وكا معمولو وحي عنان وحي عبان وحي حرطان عافمات كوضا وحبرشدو دي إنو أسيقا كم معمولو. قال الله تعالى إلهي وحويري: إن الذين دولك يأكلون عنايا الذين أموال اليتامى أغوان تحوله عنايا ظلما ظلما عنايا يعني سحق دراء ظلما باقي دام أركيسا لكن قفك وصيغ أوه كشقينا يو شغدي سوحا كجاء دان كعنا يتاس ظلم ماءها كوا مركا سحق دراء أغان تحوله وعنايا إنما وحكل ماءها يأكلون ويعنايا كوا صاصا في بطونهم على له ذا دحذي نار النار أي يكعنايا
وحعروش أي قلين آيان ويلقى آيان والنار وسيصلون وحينا قلدون عن قيامة هدي لقارو سعيرا النار هريس أي قلدون وعيد شديد أهواي هنجبات آت أدران وإله سبحانه وتعالى وكدق آيا أقول تحوله هذا سحق الدراء إن لعن أي إله كدق آيا. قالت عائشة وحيتر رضي الله عنها ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف آيضاس أنزلت في والي اليتيم أي الوسو الدجيي بيت إلى أي عير ومن روحي كان أهدي منك غنيا مد دختون وأغون تهنتدو ذاك دختومي كرا فليستعفف هدور صدق هبا اسكدا يجبي أهان يسمح بك عوني ومن كان غفكي أهذا فقيرا فقير أهذا أبا هذا هنتدا إنه وحك عنا قعنتنا كهاي فليأكل ها عنا من كاس بالمعروف سليا كانها أو عنا كبطبدين لمرة معروف أنزلت آيدا والسودجي في والي اليتيم يتيم كوالي سليح ريال السودجي عنق يرى يتيم كأه وأنا أبها لهين خفك والي أؤه أي لغسو دجي آيات أن يصيب إنو أصيب أي لغسو دجي والي من ماله مال اليتيم إنو كأصيب إذا كان والي هضوء هذا محتاجا مدباها بقدر ماله ما أركيسا مالك سقدرك بالمعروف سلا يقانو إنو كأصيب بالمعروف سلا يقانو إنو كأصيب ساسا آيادا مركا لغسو دجيئي مركا معناه وحاويان وصيغا وحاوبانان يتيم كمالكيس محجور عليه غانا واللمي ده بالمعروف بين الناس في أجرة مثلي وحالا يقانو دادك نحدو دلغو يقانو أو أجرة مثلا إنو كعنو شقاداس شقادا لميدكا وحالغو قادان كارو إنو كعنو طيب سيدا أي واجب أو بطهي يتيم كمالكي سئيو محجور كمالكي إنو كشقيو وحمالك كبعينايو زيادينايو إنو كشقيو رباه الحديث كالبخاري وبخاري أيا وريه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رجلا نن أتى الرجل كي النبي أيوه صلى الله عليه وسلم فقال رجل كي وحويري إني أنا فقير فقير أيانا رسول الله أنا فقير بانا ليس لي شيء شيء ما صغنان أنا حول ما هيست ولي وحائي صغنا ذي يتيم يتيم أو أنا أن وصي أهي أو ليغلا دردار مي فقال وحوي لرسولك عليه الصلاة والسلام كل عن من مال يتيمك يتيمك جمالك سحقي كعنبو غير مصرف مد حد قدبا يغير في سحالة حد قدبنا لمرة ومركب عنس ولا مبادر مد دقدقا يغير في سحالة بمعنى مال كاس أو يتيم كأولي هاي استعمال كيسة قف كد دقدقا يا أذيبون أهين أو إسله انتو سنسوقا قارن وحال أبوه كتشب سنكرتو كتشب سوق ما أركيسة كان جاريد يسوح أكدي من مدك وأنا أكدي من سنة أكدي من أما لبس أنا أكدي من إنتاس إنت اللي جارين محن إلى هذاي وحكعنا وحكسمي وكذا أديون إسلهين ولا مبادر مدك دجا يغير في سحال أديون ولا متأثر مد مال كسمي سنة يغير في حالات عن أديون مركا أن مال يهنتي أن كسمي سنين مراد كمركا إيه وجيت كوحويان أجرة مثلك وحكبضا إنو قاتو أيا لغن نهيي لكن وحي أجرة المثل وقاضا كرا شقد أسقوها يو وحكو آدم إلا أسيقوا شقيسان لها وقت جيسا أسيقوا وحكو قبسان لها ما أركيسا مسالح ديسي وإسك شقيسان لها وقت جيسا أسيقوا شقين لها هنتدام بوكو بعنا يوكو شقين آيا لأجل ذلك مركا أجرة مثل بوكو يلان آيا أجرة مثلك سواقاذا كرا لكن وحكبضا بالغنه هنا يا طيب
أجرة مثل كاس مرك أسيج هذا يهنتي أم قطه تاس مشكلة ماله تباه الحديث أبو داود أيا وريي والنسائي والنسائي نوا وريي حديثه حديث حسنة أما صحيحة عن أبي ذر وحال جبري رضي الله تعالى عنه قال أبو ذر وحير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي رسولك سوح إيوي يا أبا ذر أبا ذر إني أنا أراك وأرك ضعيفا ها حالاتها يقف ضعيفا نن ضعيفة أو إدارو إيو مامو إيو مدحنمو أن حوك أهلي كرين إنا تهيبا كوأرك ضعيفا أي عن إدارة الأمور وأريمها أو لا مامولو مسؤوليتها قادم مسؤوليتها وحي أبا أنت هاي إن لقوتو قد الشديدين وحي أبا أنت هاي كرتي إيو أقون إيو رغاني مر ديرادة إيو أد أدهك بي أبا أنت أبو درنا مركا من زاهد وصوفي أهو عبادة بضمه إسكاء هايا يو مركا لنا عامركا إدارة كما فعنان أرنتي بو مركا نبقى أغدقا يا وحيري وإني أنيك أحب وحان جعلها لك أريك وحان كون جعلها ما أحب لنفسي نفس الدين وحان لجعلها وأؤه من السلامة نبت قليو إن أنيك نبت قلان جعلها وهلس إيا قطر أن كان نبت قلو نفس الدين تاسا لجعلها ها وددا أتكون نبت قلي كريسدنا وحويان إن أتكفقاتو مدح نمو مدح نمو أوجدك يا معنى ها ساس دراد دوحويري فلا تأم ها فلا تأمرن ها هؤ أمير نغن أو هؤ أمير نغن على خنين الله بها هؤ أمير نغن إسكبت دابا محن إرادة دقم إيو قبل إيو إيو وطن إيو شعب إن مدح نغتده الله بها أمير هؤ نغن ولا تولين هالتولين أو هالتولين محل شاهد ما شاء مال يتيم يتيم مالك سن هالتولين كف جوا يا رماها صدى صوك لا إن وصي أدنى قطعه وحوي يا لوضع أريمود بقية مدحني مدح وحوي يا هل استوضوا وبرنت هيو سكتشر واي أريمها نوع صوك لا هو مركب ولاية ده هو له هذا إن أقومي كرمه أصنعهم واي أبو ذر مركب النبي عليه الصلاة والسلام وأوجد جيوا لكن النبي عليه الصلاة والسلام سج والي بوها سيد الولاد بوها ولاد السيد كذوها حاكم لجميع المسلمين بوها والنبي عليه الصلاة والسلام مركب واحد نفس الدي إذا لجعلها ينقول لجعلها معناها ماذا إحنا ماذا ما سلام ذوي نبتقلي ذوي تصيان نبتقلي ذا أن نفس الدي إذا لجعلها أو خطر إيه هالس لقى نبض قال أنا أذين أقول جعلها تباهي حديث أبو داود إيه ومسلم أيا وريه طيب لا يتم بعد بلوغه لا يتم قانجار مجره يعني لا يتم عفوا أقول نمو مجرته بعد بلوغ قانجار بعده يتيم حالي هذا صغير لا أب له عنق يرى أب لهين وعلشان ولي أن قانجارين مرها دو قانجارو قفكو يتيم نمدو كبحي ساس دراد يدو حير لا يتما أغن نمو ما أهانين بعد بلوغ قانجار بعد بيو أي تنتهي صفة اليتمي يتيم نمدو صفة ذي ويدماني عن الشخصي كدماني إذا ثبت بلوغه هو قانجار كي سهدو سغنابا أو كوكان جارو بالاحتلام من الدجن أو السن أما الداء أو نبات العانة أما عانة دل الشديدة تنتهوص أسو دلاته أريما أسبال كوكان جارو بولي هايو لكن نبات العانة وحكوكان جارو يقال هذا أولاد دو 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 أنا مقرنين أيها بلوغ هذا تنت عانة إني أسو دلاته مارك بلوغو حكومة يا يا وينو إمان دون تأدي لذا أرنتا كنت مدلو طيب عن علي رضي الله عنه قال علي وحويري حفظت وحان كحفظي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان كحفظي لا يتم يتيم نمو مجرد بعد احتلام من الدجن بعد جد يعني قانجار بعد جد علامات البلوغ وحكم إذا قفك إن أي إنه احتلامه بمعنى من الدجيه
oo biyo ka yimaadaan asigoo soo jeeda ama asigoo jeefa da'diisana 9 sano ay gaartay ama ay ka badan tahay ba 9 sano da'diis ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqdo calaamadul buluugh taas ka mid ah safiinadi baan ku soo qaadanayo tayib ama 15 sano qofka inuu gaaro ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqdo ama inay xeesho haday gabar tahay marka calaamoyinkaas qofka hadii lagu helo uu qaan gaaray saas daraadeed marka yatiimnimo uu ka baxay tayib ولا صلاة يوم يا مالم مسدين ما أهان إلى الليل هبين أنت لقى جارا يوم سقوط كاس بعد الجاهلية أي سمين جرين وحين أؤرك جرين فضل إنه كجر مالم كاملة إن لها لين أو لسكا مصناد مرك شرع جين وأم في أي أرنتاس وحبر مال فضيلا مال معناها يا رباب أبو إسرائيل وكي كنا دري إنو تاقنادو أسان هدلين وصاصو كلا نبي عليه الصلاة والسلام هفر إستوها هر إستوها هدلو وكي لها رباب الحديث أبو داود أيا وريي طيب عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال وحو يري ابن عمر عرلت على النبي أيا لبن بيغي صلى الله عليه وسلم نبي قال لبن بيغي في الجيش عيدا كتحدي يا لغو بن بيغي dagaalka in uu iga qayb geliyo wal hal ana anigana ibnu 14 sanatan ana afar iyo toban sano ininkeed afar iyo toban jir anigoo ah baa nabiga lay bandhigay abdullah ibn umar baa sidaa leh falam yaqbalni nabiga ma usan i aqbalin dagaalka inaan ka qayb galo ma usan i ogolaanin فعرلت ولا بندي حدنا عليه رسولك لا بندي من قابل سنة كسو قابلي سنة كسنة كحيجي بهدنا رسولك لا بندي في جيش عيدا لحدي يا الله وبندي والحال أنا أنيجنا ابن 15 سنة أنا أهي شن إتو من سنة إنك هل سنة يبو كرني شن إتو من جير أنيجوا أها رسولك لا بندي فقبلني رسولك وإقبالي حديث كان أسيرا من قوت السنايا شن إتوان صنع إن لقوق عن جارا قوت السنا قال نافع نافع باوحر وأنا سيد مذهب كشافعي قوقوا نافع مولى ابن عمر باوحر يري وحدثت بهذا حديث كان وحن أشجع عمر عمر كو ابن عبد العزيز الإمام العادل أهل الله يجي بان حديث كان أشجع فقال عمر وحر يري هذا حديث كان حد ما بين الصغير والكبير بولي. كان ير كان وين حد كأنه هي وشن يتوان صنع يعني قف كشن يتوان هبو كيري هي والصغير هدو شن يتوان قاران يقف وين وايو واقع قاري واي معنى هيا وفي رواية رواية بحذية وحاكسوغا حد ما بين الدرية عرورتا اي والمقاتلة دقاليها الندى ها حد كأنه هي حد ما شيء حد كي واحد ما جو بين الدنيا تقول مقاتلة هذا كل كعرور تأم جهاد كل جليو لقى قيب جليو وحرام دتك قانجارين بعد جهاد كل لقى قيب جلينا يا قانجار كان وحوي يوم قف كشان يتوان سنة إنه جارو أما إنه احتلامه ما أركي ساس قال سنة كذب ساس سكال رباه الحديث كعلى 15 أيام وريوم واكو مرك احتلام كأن لغو كان جارا يعني حديث في هران نوفا إيه لا يتم بعد الاحتلام شان اي تمن سنة لغو كان جارا حديث كان عبد الله بن عمر بن نوفا إيه عن هذا مرك تنتهي الصوت على الشدة إذا أيده إن يكمل تهاي من علامات البلوغ إن يكمل تهاي حديث كان هذا الصوت على صوت هذه دونه لكن وحكوس أروري قالوا عروت وحكوس أروري بحي انت أصلا أهين علامة البلوغ كمد معها أو قفك إنه عدك سوينا ذي إيو كل كليه سينا الرائحة كإيمان يسوك لي إيو قبرنا إنا ناسك أنت إيو وحيالها علامة البلوغ كمد معها علامة البلوغ أنت سفينة أي قرطي لواي معناها يا قضب كان مركا أسيقا أولاد قال هذا أو لقراني إن دأذو دي بالوغوح كما يا أي قضب هذا صوص حضور عن عضية القرذي وحال قبري رضي الله عنه قال وحيري عضيه عرلنا ونلا بندقي أنك على النبي ونلا بندقي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة مالين في قريضة
فكان من وحوها منكو أنبطا يعني شون دليي قتل منك إن لدلاي ومن لم ينبت خفكا دليين خلي سبيله منك وددي سالو ديناي فكنت وحن كمدها أنا فكنت أنا وحانها ممن دون متكمدا منكو لم ينبت أن دليين فخلي سبيل فخلي سبيلي وددي ذا لخاليين تباه الحديث كالترمذي الترمذي أيا وريي في السير أي كوريي والنسائي نسائنا ووريي في ضلاط السبي أي كوريي باللفظ فمن كان محتلما أو نبطت عانته قتل ومن لم يكن كذلك ترك لفظ يقول كوريي فمن روحي كان أهذا من كان محتلما من الدجيي أو نبطت عانته تنتي سهاس أي صنلتي قتل من كوالدلايا ومن لم يكن كذلك ومن غفك لم يكن منك كذلك سداس أن أهان ترك منك والغتقايا والله تعالى أعلى وأعلم من كان ليرا وعطية القرضي بير بني قريدة لو نسبي وحقور الشيء قبيلة ذا ليرا بني قريدة وقبيلة من اليهود وان بني قريدة مركات مقشوئي بني النضير بني قينقاع سدح قبيله قبائش يهود كمد أهوا ومجال ذا مدينه إيو إيريه ذي ذين الدقي جرين كل كقول ذا عن بني قريظة اللي يرى هذا أيها بلن أي نبي الله قالين عليه الصلاة والسلام أيه جبيين غزوة الأحزاب حل قاري قريش إيو إسبه السياسة دي إيو قبائل كواوينا إي عربات مركي صوقو آميين magaalada madiino oo xilliga ahayd saldhiga muslimiinta inay gacanta ku dhigaan ciidan aad u tir badan ahzaab oo imaan iraada ay soo hoggaamiyeen oo ka tir badan ba shacabka magaalada madiino ku nool iska da ragga waaweyn kaligooda ragga waaweyn iyo dumarka iyo caruurta iyo yaani ciidan u dhigma ama ka tir badan bay magaalada madiino ku soo weerareen nimankan marka qureyda la yiraahdo de magaalada ay daris la ahaayeen heshiis ba jiray marka oo ay nabiga la galeen calayhi salaatu wasalaam magaalada hadii la soo weeraro oo cadaw dibada ka yimid uu soo weeraro in cadawgaas ay u midoobaan way iska caabiyaan oo iska difaacaan si wada jir ah oo muslimiinta marka ay garab u naqdaan heshiiskaas ayaa jiray marka hadii magaaladii la soo weeraray xaaladii ay adkeed سلمان الفارسي نو نبيك او اشاري ان دوفيس لقضاء مغالذي بنانكي دو دوفيس كي لقا قضاي او معلمو اي مغالذا او لقليي ما اركيسا اي حالدو اتكاد باي الشيسكي نبيك كالد حيي كبحين احزابتي باي مكة تاغيرو المخذين اي اي حالدو كو ادكتا هاي نبيك عليه الصلاة والسلام أحزابتي مركة إلهة جبيي سبحانه وتعالى رعبي إي أرققحبا إلهي كوردي دبي سجل لابتين قصة معروف وي والا قرانا يا سيردي وقصوا أرقني دبي سجل لابتين أحزاب مركاسا وحان نبي الله أمري عليه الصلاة والسلام بني قريضة وبلن تجيب السيد تلاوة الشرعية ودق دقا إن لقاقه مركاسا نبي الله ما أنتي صلاة عصر لمدو كان إلا بني قريضة لمدو كان يابو يعني ديغان كودي بني قريضة ديغان كودا مركا الله سوى عراري أيجي يا مركا أغلق إليي آد باي أردبا طوذين أحزابتين ويلابتين ويأيجو قعن سيين وحو مقبان كران مسلمين تنا إسكمار دعين كران وحال لي يري مركا سعد بن معاذ نك لي يراه السيدة اللي إذن كي يلا يو حكمنا يالي حكم كي سادنا مركا اللي إذن كفولنا يالي أيقون مركا سعد بن معاذ آذي أجعلاين سعد با مركا يمد حكم باليري بني قريب إن لعفنا يو إن للاينا يو إن محن إرادايا لطرحيلا واحد أضوه كحكم سال غفلنا يا بالي سعد بن معاذ مركا وحو حكمي بقتل الرجال وصبي النساء والذرية رقو ذنا إن للايو يهودا بني قريب dumarkooda iyo caruurtoodana in la qafaalo wixii ba qaan gaar ah la laayo yiri caruurta iyo dumarkana la qafaalo xukunkaas marka aad buu nabiga ugu farxay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri laqad xakamta fihim bi hukmi llahi ta'ala
حكمك إلهي أو من فوق سبع سماوات إلهي أو كحكم أي بات كحكم طيب دي وحي قان جاري مركا والا لاينا يا صوما دلن يرادي مركا صوب بحيس مركا ها سلو أغادو كي قان جاري إيو كي كالي دأدو دلما قرانا يا مؤبتا تنت هوسا لغا فيرينا يا مركا يا كي تن لغو أركو مركا والد دلاي كي كالانا مركا وحا لغو تيرينا يا ير يركا لغو تيرينا يا أو والا قفالا يا إذن مركا وماشا أي فقهاد ليهين عرور تقالا دا أن دأدو دلقرانين بلوغ هذا وحاله حكومة يا تنتا إن يسوع على طيب على حكومة يا طيب أنت أسوء مركة المامة يا عضيو أسيج مركة ما أنت أدتك أو تنتا إسر أسود لا نبو كمدها أو بتبادي بو كمدها طيب الفصل الثامن في العتق فصل كالسديدات وحقوف السلي هي عتقة حنكسر بحني الفرائض والوصايا وعن ماشي أنك بدي قلنا مركة عتقة الضن أو لحوري فضلك كيمت ولقى هذا الدوناء عتقه سدوا كلا قفك أصل إيو فرع هدو ملكيو أصل كاس إيو فرع عاس إنه صن أدون نقنين وحروبا ين ولقى هذا الدوناء ولها إنه صن قد منين ولقى هذا الدوناء كتاب ذا أدون كلا كتابين أيو ولقى هذا الدوناء حقوق ذا السيد كأيو حقوق ذا أدون كنا ولقى هذا الدوناء أريمها الصورة بالله المامي دون قال الله تعالى إلهي وقيري ها فلقتحما محسن أوغا قد بينين وان العقبة عقبة بورتا محسن أوغا قد بينين وان أموك قد بو أوجيرو ها وما أدراك محاك أوغيسي ما العقبة عقبة وحيد عقبده أول اللي هي محسن أوجا جد بينين أو ممكن جدبه ما جرنا أي واحد لو شيء فكر رقبة واي قار أو لفكيه أدون الله حريه واي عقبده الله شيء قال أو إطعام واي أما قود في يوم ما لين تحدي لقوديه يوم قودي مس غبة باهي صاحبه هو ما لين باهي صاحبه لقودي يا لقودين آية يتيما يتيم لقودي أغن يتيم كو ها ذا مقربة أي قرابة قرابة نمو صاحبة نباشة صاحبة ها أو مسكينا لقوذي يوان ماذا يكتش شوان تهيوا مسكين كو ذا مطربة عرضع صاحبة أو أي كتالو أو يقعنتي ستقول كتالو فقرقي سدرادي كاسويا عقبة ذو وعقبة ذو موشيرو أو مو كجد بواي مو حسن أوجد جد بيننا صام وياله صاصته وكم الجارة ياي إلهي سبحانه وتعالى رضي سئي رحمتي سئي رويدي سئي جندي سوكو جارة ياي صاصته عن سعيد بن مرجانة وحال جبر رضي الله عنه قال وحير سعيد قال لي أبو هريرة أبو هريرة وحيري قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي أيما رجل رجل كي كأه أعتقى حريه رجل كإمرا أنقف حريه إمرا أو مسلما هجان سمي استنقذ الله إلهي وبدبادنا بكل عضو حكم والماء عضو منه من المعتق كان له حري اسم مفعول معتق حقيقاها عضوا أي إلهي كبدبادنا حكم عضو منه من المعتق اسم فاعل كان وحريه حقيقة من النار إلهي كقبت بادين أيام يعني قفك حريه قف مسلمة ما أركيسا قفك لحري ابنه صاحبه والبعضون ما لقى ما حرين ساس لمدة كان وحريه أسيقنا ابنه صاحبه والبع إلهي النار كقبت بادين أيام قال سعيد سعيد باوكو يلي يعني قعنت على قابلين آية لطلت على قابلين آية فرجك على قابلين آية وهكذا صار معنا فانضلقت وأنت إلى علي بن حسين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب وأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه أيان محن إلى هذا أتغي فأخبرته علي بن الشيء أرنك أسيقا فضلك كتشي رمى أركي أدون الله حري بن الشيء واكو فعمد أوقصني علي إلى عبد أدون أوقصني عبدي قول
له أسجى أسر ماذا على عبده وقد أعباه على به عبده عبد الله بن شحفر كسي 10,000 درهم أو 1,000 دينار معناها وكيف سن ربيوا عبد الله بن جعفر أدون كاس مركة أجوري صون كل درهم ها 10,000 درهم أما 1,000 دينار أما كل دينار ذهب إقلنا إكليه النقطة أدون قيمة سلو جوري والعقدة أنت لا وكهلي كري أيو أقص داي مركو حديث كان مغلي فأعتقى مركا سوء حريي علي بن حسين ويانا وعبد جيبو حريي سيغو فضل كان رادين أي معنى هي فضل كان سيغو رادين أي إنو إلهي حبنه سلطن بإلهي النار كحريي طيب وكرباه الحديث كالشيخان أيا وريين والترمذي والترمذي نوا وريي ولمسلم أنا وحا أصلنا إيا والترمذي من أعتقى قفكي حريي رقبة الدون قار رقبة مؤمنة حق الرميسي أعتق الله إلهي وحرينا يا بكل عذر حكم والماء عذر يقول منه من المعتق كأها بعضوا أي إلهي كحرينا من النار يونك كحرينا حتى يعتق إلهي إله كحرينا فرجه ما أركيسا معتق فرجه إيسا بفرجه معتق فرجه سنة الكحرة يوم ها ها لما إنت ماشي لو عليه دب ملا فرجه كان وحرة يوم معتق فرجه سلا إله الكحرة بفرجه كان لحرة فرجه سنة صوبتين الكحرة يوم أنا والاستقبلنا حديث جهروك لوا عن أبي ذر وحيل جواري رضي الله عنه قال أبو ذر وحيل حبنهم بالاستقبلنا يا وجود يا سألت النبي أيام سؤال صلى الله عليه وسلم أي العمل عمل كيباء أفضل وغفض لبضن عمل كيباء وغفض لبضن قال أقول لرسولك عليه الصلاة والسلام إيمان بالله إلهي ولا الرمي وارن وحكفض لبضن مجران إيمان ها لو وجهاد في سبيله إيو إلهي وددي صدق ديو لغو جهاده حديث كان مركا دور مربون وصوم النظر كتابه بدن واقعه سوى هذا النهي شرحات دي سؤال ميلها قار جهاد كلا سوهر مرينا ميلها قار صلاة دي سوهر مرينا أجوبه بدن عن كجس سوى جواب نهي وأي كم تاي قف كمركا على الله هذا لاي وح مركا أصيغ كوه بون إنه نبي جمر والبكو بيرجلين عيوك قلت مركا سوى حان لهاي فأي رقام قارة تبا أفضل وفضل لبدن إن لحوري حلو شاهد كأر مكان ويانه أدون هدي الله حرينا أيو كيبا أبو خير بدن أو أبو فضل بدن صحابة مركا أعماش عملك أبو فضل بدن النبي جو الدين جرين عليه الصلاة والسلام وحيكون تسينا يسا سدي خيرك أبو دلال جرين حال غي أبا عمل مفضولة أو اللي قفض لبدن يهي إن الوقت بدن كل بحس كي فضلك أها فضل بدنان أتكتكتو سي مركا يوقف إذا استان فرصدها سدهبي قاعد مر والبا وحي ويدين جيرين شيغا افضل كا بين نبيغا ويدين جيرين او فضلغا بدن اني سميا قال مركا ساو خوي رسولك عليه الصلاه والسلام اغلاها رقاب تمد اوو قال ان مد بدن اوو فضل بدن ثمانا حق لعقت وانفسها رقاب تمد اوو وناغا بدن ايا اوو فضل بدن عند اهلها اوو وناغا بدن قلت وحان دهي فان لم افعل هدانا فلن رسول الله ارنك أدون قالي أهو دتك إسكالة هاني أي شعلي ولا فهمك يا مركا وأدون شابة دلن يرى حق بدن عافيمات خبا هدي ما أنت الله حري والله حرينا لي هذا العق بدن ما حن إلى هذا يكوب حيسه ها كاس عمل فضل بدن كاسنا وحويان وحبو خبصن كرا وحبو سكرين كرا لكن هدويا هاي مثلا أدون إسكوا ييلة dadka iska lehaabo culays uu ku yahay bakas sayidku culays ku yahay ogow ila ma shaqeynayo wax ma soo kordhinayo sayidku ka raba wuxuu cunay iyo wuxuu caba iyo asaa culays ah bakas oo kale mar marka kaas oo kale waxa waayo xurintiisu waxa ka sii fadlay badan midka isbixin kara ma aragtay in la xureeyo tayib qultu waxa dhahay fa'ilan af'al hadanan falin qala wuxuu yiri rasuulka alayhi salatu wasalam
تعين وحدك الميني صانع مد وقسمانا او تصنع اما وحد وقسمين لاخرق افا وحسميسن كريم او اسكود دايين وحسمي وحين ان سميسن كريم كاسو كلاد عاوين يساو طيب هذيك السامبر وحدنا غني قف نافعه وحانفعه خلقك الهي ما اركيسا قف انفعي كرا او دينك الهي انفعي كرا الدومه الهي انفعي كرا او هداد حوقاغا يو مرقاغا كو انفعي سي هداد مالكاغا كو انفعي سي هداد علمكاغا كو انفعي سي قف نافعه ان ادهات قلت وحانا فان لم افعل حتى انام فلنس ارنكاس او وحبا انا انفعي كرمني ان جهادك وحبك اقولن الدون انام حرين كرم دد انام كالمين كرم قال وحو يا رسولك عليه الصلاه والسلام تدعو الناس ددك ياد كتجي من الشر شرطت كالتجي شرط هذا ددك كريبي فانها خصلان صدقه صدقه الله حتى هذا خلق الهي ادم انفعي كرم وغيران شرط هذا كعلم هدي من معنى حياة إن أتسرت هذا كإلى لسنفتر كذا صدقة أساس النبي قال لي عليه الصلاة والسلام هل لقانا نبتقلو أو لسان كاقة هل لقانا نبتقلو أو إدن كاقة هل لقانا نبتقلو أو قعمها كاقة هل لقانا نبتقلو وكي نبي أمانا عليه الصلاة والسلام مسلم كوناكسا كو أمانا إنو يهي قفك مسلمين تأيكنا نبتقلين لسان كي سيقعنتي سيقنا نبتقلينو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده تبع الحديث كالشيخان أيها وريون ولأبي داود وحا أصغنا والترمذي ترمذينا وحا أصغنا أيما رجل رجل كي كأهو رجل كاسو مسلم مسلما رجل كاسو أعتق حريي رجلا حريي رجل كو مسلما مسلما فإن الله إله جاعل ويمد يلا ما أركيسا وقاء كل عظم لف كل دوردي عظم ومن عظامه كمدا عظما لف أي إلهي كي يلا يا عظم من عظام محرره في حريه لفيه سكمدا من النار نار نؤغا دورو بل إيك أو دينة إسلام حرنما ذا سيدي أو أماني صددك أدوما ذا إني حروبان يحرنما هلانا ويا واحد ليدا اس ادوماي سيغو ما اها واحد دينت اسلام كاي لا تيمت ما او دينت اسلام كاي انت سن امام بي ادويدا كجيري جيرتي اس ادوماي سيغو واحد ليدا قلو ولب marka qoladay dagaal ooga adkaadaan oo kale ayay iska adoomeysan jireen sidaadaba ma ogtahay qolo walbo dagaal looga adkaado ama diidan inay dagaalamaan oo wax iska dhiciyaan waa la gumeystaa sid arintaas marka arin jiri jiriye iska ahedo islaamki haduu yimidne ee dadkii laga qafaalo islaamka ay gaaladu qafaalan gaaladii way adoomeysanayaan marka macna ma sameeyneysaa adiga dadkaaga hadii laga qafaalo inay gaaladii adoomeystaan adigana dadkaad ka soo qafaalaysid inaadan adoomeysanin oo kale saasay marka ku soo bilaawatay haddana asbaab fara badan oo dadka adoomada ay xurnimo ku helaan ayay shariicadu islaamka ay jidisay oo kale kafaaraadko kale ee markii la bixinayo qodobadooda waxaa ka mid ah in adooman la xureeyo ma arkaysa sidaas oo kale siyaabo kala duwan in maxan iraadaa adoonka mudabar laga dhigo bacda moodkeega aad xurtahay in la yiraado ama in mukaatab laga dhigo intaas oo lacag hadda ii keentid xurba tahay in la yiraado waxa soo dhan marka waa asbaab shariicada ay jideysay oo dadka adoomada ay ku helaan xurnimadooda sidaas oo kale in la xureeyana axaadiis fara badan baa ammaanaysa oo dadka bani aadamka dunida ku nool dhamaantood marka si ay xurnimo ay ugu noolaadaan wa ayuma imra'atin qufki ka aho ha imra'atin naqti ka aho aacqad xureysay imra'ada imra'atan xureysay امرأة مسلمة مسلمة فإن الله إله جاعل ويمد يلا يبقاء كل عظم لف كل دوردي عظم ومن عظامها كمدا عظم لف أيو إله كيلا عظم ومن عظام محررها كمدا من النار النار وغحرين عيالا ولأصحاب السنن وحا أصغنا مثل الذي كيس فذي يعتق حرين عند الموت لما شد أكتر وحرين كمثل الذي كيس فذي سوى لمد يهدي وحدينا إلى شريعة هدول برجوا بل حديث كان إيك قفك بما شرع أكتر وحرينا وحولمدي هاي قفك مركو برج كذب وحدينا يولمدي بمعنى
هذا أبوه السما فلقت سمينس صدقة هذا بحنس هذا وحورينس عمل ونكسن إلهي اللوجو دبانا هذا سمينس عمل كأسيق ومروى وفضل لي هذا نحل جاءت كبيجي سيدنا معنو سمينا وقتها هذه حالات أجيء قد نلاش كقول سطي قادس ده لمرك أنا أدنيو وحويان واد كارتحالي سواد كررني سايو حالات النوع عصوك لمرك هذا wax sadaqayso ama aad wax xurayso iyo markaad caafimaad qabto oo ordayso oo amalka adduunyada uu kugu jiro wax badan baad noolaanaysa ay kugu jirto nooc shaqeynimo iyo baqilnimo ay kugu jirto xilliga waxaad baxsatay iyo xilliga aad adiga oo indalmood waxaad baxsatay isku ajar ma aha way kala ajar badan yihiin wakiin nabiga kaleey salaatu wasalaam amaana iyo sadaqada qofka uu bixinayo asigoo shaxiix oo bakhil ah oo bimaan nolol wax badan yadeedilinaayo caafimaad qabo xilligaas qofka dhimashada kuma xisaabtamo oo adduunya u muuqanaysa hawada ku badan xilligaas oo kale marka sadaqada uu bixinayo iyo wanaaga uu sameynayo uu ka ajar badan yahay xilliga asiga uu qoostay nolosha uu ka qoostay waxa uu sameynayo saas daraadeed marka hadda wuxuu leeyahay qofka inda al-mauti wax xureenayo ma arkaysa wuxuu la mid yahay qof sadaqa la baxayo markuu dhirge kadib sadaqa la baxayo yaani sawaabka aad uma badna waayo macnaha ayaa xadiidku waa saxiix aan ibn umar waxa laga wariyay markii loo fiiriyo xilliga kale waxa la bixinayo aan nabiga sallallahu alayhi wa sallam qaal nabiga wuxuu yiri man a'taqa qofkii xureeyo abdan adoon xureeyo bal xaal lahu man kana maalu uu u sunnaaday maa famaalu al-abdi adoonka maalkiis له للعبد يوصل ها ضميرك عبد قال اعلني معايا لا اصيغ اقرب مذكورا الا ان يشترطه مالك السيد سيدك انه شرط يما مالك كان هذا لغا هدلايو وخي ادونك او لغارك اهاو يعني ادونك ضرب حرنايا او اصيغ او غارا ساعد بحرنايا اصيغ او غارا kabu xiranaya asiga u gaar ah saas oo kale maalka horta laga hadlaayo kaaso marka adoonka marka aad xurayso waxyaalihii asiga u gaarka ahaa ee dharku xiranayay iyo kabuhu qaadanayay iyo waxyaalaha ceenka soo kala asiga yeelanayo macna famaalul abdi lahu allahumma inuu sayidka shardiya maahane oo adiga daatadaada unbaan xureeyay waxyaalihii adiga aad la gaar ahayd aniga ii harayaan inuu sayidka yiraahdo maahane macnaha marka saas uu u socdo طيب واكو وحي نغني سامركا نعمة دي الله نمستري نغني دتك ووينك سن عدد ودا وحي كود دور سطي مركا أدونك حريان إن السيان أدونك وحي عليه أصيغ أولا جار كاها بل وحك الله صوف قلا إن أقو دران وكلا ما أركي ساسا صوكلا اللي حرنما أبي الله وكلا عن أبي هريرة وحي لقوري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد الزنا الزنا ده ولد فيه ها شر ثلاثه سد على ملك او شر كمان اوفيس ولد الزنا شر ثلاثه واي الزنا ده ولد كده سد حدود اصا او شر سد على ملك وحا لغا ودا اسغا ايه هويدي اي ابيه با لغا ودا هويدا دشاي ولدكاس iyo aabihi dhalay oo sharci daray ku dhaleen saddexdood markii la fiiriyo waxa ugu shar badan waladka ugu shar badan bimaana asiga zinadi ma sameeyeen waladka sax ayaga sameeyeen zinadu oo dhimbiga laga hadli maayo dhimbiga ayaga iska leh oo ninka iyo naagta oo sharci daro isugu tageen dambiga ayaga iska leh oo asiga wax zina ee dambi ama uusan kasban laakiin asiga ma washar badan yahay maxaa laga wada de asiga wuxuu ka yimid ama uu ka sameysmay biyo xaraam ah oo khabiith ah oo laba daraf ka yimaadeen buu ka sameysmay ayagu ma ogtahay waxa lama ahan biyo xalaal ay ka sameysayeen laakiin kan asiga biyo xaraam uu ka sameysmay saas daraadeed marka sida qaalibka ah wicilku wuxuu naqdaa manbacan lishuruuri walqabaa'ix buu naqdaa oo ma fiicnaado mid shar badan xumaan badan
waxyaalaha aan wacneyn sameeya saasuu noqonayaa inkastoo oo asiga dambi uusan ku lahayn waxa hooyada iyo aabuhu ay sameeyeen walaa taziru waasiratu wisra ukhraa waaye macnaha marka laga hadlayo waxa waaye يعني دنتي سابح حنوة وحا أصيغة وكسم يسان يا حلال آن إيه قال أبو هريرة أبو هريرة وحوري لأن أمتع إن أن بحيو بصوت جادل في سبيل الله أن كب بحيو هين أحب ويان مثل جعل بدن يحي إلي يعني حقه من أن أعتق ولد زنية زند ولد كذا إن أن قريم اللي عدت في البدن الدون وعلا inaan xureeyo waxaan ka jeclahay uu leeyahay jeedal inaan bixiyo dar ilaahay u bixiyo dee adoon la xureeyo wax sahlan ma aha adoonka qiimo weyn buu ku fadhiyaa laakiin hadduu yahay mid oo waladuzina ah waxaan ka jeclahay wax yar inaan ilaahay dartiisa u baxsado ma arkaysaa jeedal inaan bixiyo dar ilaahay u bixiyaan ka jeclahay uu leeyahay marka macnaha waxa weeyaan xadiidka wuxuu boorinaa in لا حريه أدون مسلم صالح أو ظاهر الأصل أصل كيسنا أو ظاهرية ولد الزنا وحويا أصل كيسا حنبا لقوضا ما أركيسا أو ساس تراد دي ذا بدنا سيدا غالب غير غالب ولا غيابا غير غالب ولا غيابا إنو اسكفعنا ذا لكن سيدا غالب كمفعنا ذا وينا تباهما لبدا حديث وحاولين أبو داود والنسائي والله إلهي أعلى أليه سريوا وأعلم أليه أقوى القريب متكرو يعتب وحروا يا قريبك بالملكية وكحروا يا هكما يعتب الباغي كان هاري سوء حروا يا على الميسوري كان لسا هلاي دشي سنة وحروا يا طيب درسك هل كان سجل شوق وقتي وعريبي وسين غنايا وبالله التوفيق.